بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة احنا إن شاء الله في جولة في السيف جاليري الرياض، حي النهضة شارع سلمان الفارسي. هنا جت قوالب سيليكون للكب كيك 2 قطعة ب14 ريال على هيئة فراشة. دي حاجات جديدة في السيف جاليري يا جماعة، متوفر منها اللون اللبني واللون البنك ده على 14 ريال. هنا دول 3 قطع ب9 ريال برضو الكب كيك، هما سيليكون يا جماعه، يخشوا الفرن عادي. في منه اشكال على هيئه قلب اهو، 3 مع بعض ب9 ريال، ومتوفر منهم برضو اللون اللبني واللون البينك ده. في بقى صغير جدا، دول 4 ب9 ريال برضو كب كيك. وفي المدور دائري، في المدور برضو. نقول اديكم فكرة ايه الموجود جديد. في دول برضو 4 مع بعض ب9 ريال. أربعة مع بعض. هنا دي القوالب دي احنا كنا مصورينها قبل كده، بس نديكم فكرة برضو. دي صينية هولندي بفتحة فضي مربع ب66 ريال، دي ب66 ريال يا جماعة. والدائرية دي ما شاء الله تقيلة، صينية هولندي فضي بقفل ب56 ريال، مكتوب 56 ريال، وهنا مكتوب 74. هل دي بعد الضريبة؟ ايه، هنا مكتوب 66. هنا دي برضو هولندي ب56 ريال الواحدة، يعني صينية كيك بفتحة مقاس 32 اهي، بكام؟ ب37 ريال. دي ب39 ريال، دي ولها يد السيليكون عشان ايه انتم مطلعينها من الفرن. هنا دي قوالب كيك برضو سيليكون على هيئة قلب، لونها رمادي ب18 ريال، 18 ريال يا جماعة قلب السيليكون ده على هيئة قلب ب18. هنا الدائري دي ب33 ريال، الشكل ده ب33 ريال. العميق شوية، دي عميقة، دي بكام؟ ب24 ريال. في ده قلب الكيك ده على هيئة وردة ب69 ريال، ما كنا مصورينه قبل كده، ما شاء الله تشالوا. والشكل ده قالب كيك 8 فتحات مستطيل ب36 ريال، مستطيل الشكل ده برضو، ما شاء الله. دي حاجة جديدة في السيف جاليري، ده على 24 ريال، على 24 ريال، كبير ب24 ريال الشكل ده. عايز اطلع لكم واحدة تشوفوها. في حاجة جد جديدة يا جماعة، بس لسه ايه مرصوهاش او لسه محطوش عليها الاسعار. ايه شكلهم؟ قالب كيك سيليكون ب24 ريال،
الشكل هو من ورا. ده شكل تاني اهو على هيئة قلب ب19 ريال. ده الشكل اهو ومن ورا ب24 ريال. استغفر الله العظيم يا ربي. ب19 ريال، 19 ريال القلب ده. عايزة ادخله مش هنا. ده قوالب سيليكون كاب كيك ب16 ريال، 6 فتحات اهو. ده 12 فتحة بكام؟ نشوفلكم. ده حلو برضو. ال 12 ده لسه ما تحطش على السعر. في حاجات حاطين عليها السعر وفي حاجات لا، مش الحاجات لسه جديدة. ده على 14 ريال، ده على 14 على هيئة بقى وردة وحاجات. 6 اهو، شكله من ورا اهو، رسمة جميلة. كب كيك برضو، دول 6 برضو، 6 وشكله من ورا. هو مش شرط الكب كيك بس، اكيد بيتعمل في حاجات تانية كتير. ده قالب كيك مستطيل ب22 ريال، وفي منه المضلع من جوه ب18 باين، المضلع ب18 مكتوب عليه 18. ده صورناه هنا الصغير، قلب الكيك الصغير ده ب17 ريال. هنا الصينية دي قالب كيك دائري ب25 ريال. ده قماشته تخينة شوية، الماتريال بتاعه تخين شوية، 33 ريال. هنا في اقماع 3 مع بعض ب8 ريال، شكلها ايه غير تقليدي. قمع الاقماع دي بتنفع لحاجات كتيرة والله يا جماعة. واحد زمان كان مستهون بيها. دي عصارة برتقال ب12 ريال، اهي تحطها في كاسة ولا حاجة وتحصروا البرتقالة من فوق، البرتقالة او الليمونة ينزل بقى العصير من تحت كده. طبعا ده كنا مصورينه قبل كده، ماكينة البيتيفور دي بلاستيك ب68، واللي هي الاستانلس ب74 ريال، اهي الاستانلس ب74 ريال كنا مصورينها قبل كده. وده قالب كيك ب46 ريال، جايبه منه ده بس ايه كان في العرض 70%، كان عليه خصم كويس، كان واقع عليه ب13 او 14 ريال بعد الخصم. 36 ريال قالب الكيك ده. دي صواني بيتزا سميكه، مواد ايطاليه صناعه سعوديه ب26 جميل وحجمها حلو. دي اصغر شوية بس شايلين عليها الاسعار. دي صينية كنافة، يعني بيعملوا فيها الكنافة ازاي مثلا، صناعة ايطالية، مواد ايطالية صناعة سعودية ما شاء الله. بكام؟ ب43 ريال، تقيلة تقيلة حلو. قوالب كيك اهو يا جماعة،
صورت لكم كل حاجة. طبعا دي زي الصاج اللي بيخش الفرن، نيوفلام، تيفال، ب27 ريال الصينية دي. دي قوالب كيك برضو ب39 ريال، شكلها حلو. هي سيليكون برضو. سيليكون بيتفتح. لا سيليكون سيليكون. دي كانت جولة كده على قسم الأدوات المنزلية للحلويات في السيف جيلري. نشوفكم إن شاء الله في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.